مرحبا، أنا أمينة، مؤسسة منتجات أمينة للعناية بالبشرة. توفر منتجات أمينة مجموعة مستحضرات عضوية للعناية بالبشرة مناسبة للوجه والجسم ولكل أنواع البشرة. قصة منتجاتنا هي قصة أم مع أولادها، مثل ما بيقول شعارنا: أولادي مصدر إلهامي والدافع وراء إنجازي. يبدأ صنع كريم الصبار بقطف الأوراق بنفس يوم تحضير الكريم، لأن تحضير الصبار بهاي الطريقة لدمجه في المستحضر يعطي منتج فعال وأفضل للعناية بالبشرة. بعد غسل الصبار نقوم باستخراج الجل وتحضيره ليتم دمجه مع الزيوت لصنع الكريم. بهاي الطريقة تبقى فوائد الصبار سليمة ومتوفرة للشفاء وتهدئة البشرة. سبحان الله كيف أوجد في الطبيعة كل الحلول، مثل ما بيقول المثل: لكل داء دواء. وأنا بآمن إنه في خيرات الطبيعة منلاقي كل الحلول. إحنا اخترنا الحلول الفعالة من خيرات الطبيعة. كل هذه المكونات الطبيعية من منطقتنا، مثل البابونج المهدئ، بتلات الأذريون المميزة والفعالة لشفاء البشرة الجافة، أملاح البحر الميت الغنية بالمعادن لتساعد على توازن الرطوبة وتجديد البشرة، زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي والمعصور على البارد المرطب والمناسب للبشرة الحساسة. العطور اللي بنستخدمها طبيعية، مصنوعة من زيوت أساسية 100%، لأنها خالية من المواد الكيماوية الضارة ولها روائح جميلة وخصائص علاجية أيضاً. زيت اللافندر مهدئ ومناسب للبشرة الحساسة. تتميز الكريمات بتركيبة رائعة فريدة من نوعها، مثالية لتغذية البشرة، ترطب البشرة وتمنحها انتعاش ونضارة وتغلفها بملمس ناعم. أسباب الفعالية العالية لمنتجاتنا هي مزيج المكونات الطبيعية والعضوية والمعصورة على البارد، الغنية بعناصر الزيوت النباتية لبشرة نقية ومشرقة.